أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع 13. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. لازلنا في درس الأمن السيبراني وسنقوم في هذا الأسبوع بحل أسئلته. دعونا نستذكر النص. بعد ذلك سننتقل إلى نص عصر المعلومات بعد الإنترنت قضية إشكالية. سنتعرف إلى النص وإلى فقراته، نستخرج الأفكار الرئيسة والمعاني ونقوم بتحليل النص كما هو معتاد. وسنتعرف إلى المعاني الموجودة وتاريخ التوظيفات المسجلة، سنرى ما هي المحاسن لهذه التكنولوجيا وتخوف الناس منها على مستوى كبير جدا، والقلق في العلاقات الاجتماعية المفتوحة أيضا. نتعرف إلى كاتب النص، ومن اسمه سنعرف أن النص مترجم ويليام هنري المشهور باسم بيل كيستن، وبيل هو اختصار لاسم ويليام في الولايات المتحدة. بعد ذلك عزيزي الطالب، وكما يظهر أمامك على الشاشة، سننتقل إلى أسئلة الفهم والتحليل. أمثل من النص على الكلمات التي تنتمي إلى الحقل اللغوي المطلوب: الجرائم، الأجهزة. من هنا سنبدأ بوضع أمثلة على الجرائم والمصطلحات الرقمية التي تنتمي إليها، أيضا الأجهزة، المصطلحات الرقمية التي تنتمي إليها. أبحث في النص عما يتوافق والمثل القائل: من مأمنه يؤتى الحذر. أصنف المخاطر الآتية إلى مخاطر فردية ومخاطر جماعية أو مشتركة: اختراق بيانات أحد البنوك، ابتزاز موظف في شركة تسويق للمبيعات، اختراق حسابك على الفيسبوك. هل هذه مخاطر فردية أم جماعية؟ بعد ذلك سنملأ المنظم البصري الآتي، نعرض خلاله الفكرة الرئيسية التي تحمل رقم 4 وما تفرع عنها. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الخامس: أبين الإمكانات المتوفرة لحماية التعرض لهجوم سبراني. أتذوق المقروء وأنقده. أقترح التصرف السليم إزاء المواقف الآتية وأطرح طريقة وقائية لتلافيها. حملت برنامج قارئ لملفات PDF، ورغب البرنامج في الوصول إلى بياناتي الشخصية. كيف سأتصرف؟ بعت جهازا محمولا لأحد المحال، واستطاع العامل فيه إعادة صوري الخاصة وتعرضت لابتزازه. ماذا أفعل؟ جاء في تعريف الأمن السبراني ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادة إلى الوصول إلى معلومات حساسة. أبدي رأيي معللاً من يتحمل مسؤولية أمن الإنترنت أكثر، الأفراد أم الأمن السبراني؟ ننتقل بعد ذلك إلى صيغة المبالغة والصفة المشبهة. سنفرق بين هاتين الصيغتين الصرفيتين، ونستطيع من خلالها أن نستخلص الصيغ، ثم بعد ذلك سننتقل إلى الأسئلة. اكتب صيغة المبالغة للوصف المدون بين القوسين في العبارات الآتية: لا يجد فرحاً كثير العجلة، لا يجد صديقاً كثير الملل، العاقل صحبة الأشرار،
كثير التركيب. أصنف الكلمات الآتية إلى الصفة المشبهة وصيغة المبالغة واسم الفاعل، سنتعلم ذلك وفقاً لما تستطيع من خلاله أن تعرف الفعل المعتل والفعل الصحيح الذي أخذت منه الصيغة، ومن ثم عزيزي الطالب ستستطيع إدراك الفرق. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع 13. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم.